السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة. الدرونات والمسيرات الإيرانية هي سلاح الحوثيين الغادر في حربها مع السعودية. لابد أن نعرف أن هذه الحرب الغادرة هي من تقوم بها إيران باستخدام الحوثيين بحرب الوكالة، ولكن لابد أن نعرف أن أسرار هذه الدرونات والمسيرات الإيرانية، هذه الدرونات التي تعمل بروباجندا منها إيران وهي درونات فاشلة، ولكن من الذي يساعد إيران في هذه الحرب وهذه الدرونات المسيرة؟ الدول التي تساعد إيران، تم اكتشاف في إحدى الدرونات التي سقطت في اليمن من الحوثيين، لجنة الأمم المتحدة اكتشفت أن مكونات هذه الدرونات من شركات أوروبية وأمريكية ومن شرق آسيا، فهنا هنعرف الشركات ومكونات وتكلفة أيضا هذه الدرونات الحوثية والإيرانية، والنوعين الاثنين اللي تستخدمهم الحوثيين، نوعين بس هما الحوثيين بيستخدموهم، وبقية الأنواع كلها نوعيات إيرانية. هنعرف كل الأنواع وهنعرف التفاصيل كلها مع حدث اليوم. انتظروني بعد الفاصل. حرب وأسرار الدرونات الإيرانية والحوثية مع السعودية. الدرونات والمسيرات الإيرانية التي تستخدمها سلاح الحوثيين ضد السعودية هي درونات في الأصل كلها إيرانية، ولكن الدرونات دي كلها ومسيرات كيف بدأت إيران في تصنيع هذه المكونات؟ هي ما بتصنعهاش إيران، ولكن إحنا هنقول كده اللي هي بتجمعها إيران. لكن في لجنة في الأمم المتحدة اكتشفت في اليمن من إحدى الدرونات التي سقطت تتبع الحوثيين الإرهابيين، فتم الكشف عن مكوناتها والدول التي تصنع هذه المكونات. تم اكتشاف أن المحركات ألمانية وهي تتبع شركات ألمانية، وأيضا تم اكتشاف أن هناك الصمامات الوقود هي من شركات هولندية، ودي كانت مفاجأة تانية. وتم اكتشاف أن المستشعرات التي تستخدم في الدرون دوت اللي هي السنسور الحساسات والمستشعرات هي من شركة إيطالية. وتم اكتشاف أن الكاميرات التي تصور والتي تعمل بها هذه الطائرات هي من شركات صينية. وتم اكتشاف أن هناك من المحركات وهناك من تكوين الدرون هذه المسيرات الحوثية التي تهاجم بها الأراضي السعودية هي من شركات سويسرية وشركات إيطالية وشركات هولندية وشركات من النمسا. المحركات تم اكتشاف أن هناك الأنواع الإيرانية والأنواع الحوثية هي محركان اثنين. المحركان اثنين هما من شركة ألمانية ومن شركة نمساوية. شركة النمسا ديت هي شركة راوتكس، وهذه الشركة تتبع هي شركة كبيرة جدا في كندا، هي شركة لمباردير، وهي شركة يعني قوية جدا وشركة ضخمة جدا على مستوى العالم، قد تنافس شركة سيمز الألمانية. ولكن حينما نعود للدول المصنعة لهذه الدرونات الإيرانية الحوثية، نفهم هنا أن هذه الشركات التي تساعد هي شركات ألمانية وشركات إيطالية وسويسرية وهولندية ونمساوية وكندية، وشركات صينية التي تساعد في الإيرانيين أيضا بالكاميرات عالية الدقة. ولكن هنا لابد أن نعرف كيف يتم تهريب هذه الدرونات إلى إيران. هناك شركة في اليونان، تم اكتشاف شركة في اليونان هي شركة سلاح، يعني تعمل شركة خاصة هي التي تأتي لها كل هذه المكونات من الدول الأوروبية الأخرى، من ألمانيا ومن هولندا ومن النمسا ومن سويسرا ومن كندا، تأتي إلى الشركة في اليونان، ثم يتم تهريب هذه المكونات إلى تركيا، وأيضا تركيا تستفيد بهذا في الطائرات البيرقدار بتاعتها، وأيضا ثم يتم شحنها من تركيا إلى إيران، ثم إيران تكون يعني تصنع هذه يعني تجمع هذه الدرونات لأنواع مختلفة. حينما نرجع إلى الشركات الألمانية، الحكومة السعودية هنا يعني رفضت هذا الأمر، ويعني احتدت على الحكومة الألمانية، وبالفعل الحكومة الألمانية أوقفت بيع هذه المحركات إلى الشركة اليونانية، وبالتالي تم إيقاف هذا. وأيضا الشركة النمساوية التي تصنع هذه المحركات تم الاحتجاج عليها، والشركة الكندية أوقفت هذه الصفقة وهذه يعني التوريدات إلى الشركة اليونانية التي تعمل سرا مع إيران. لكن هنا حينما نعود إلى الحوثيين، الحوثيين عندهم نوعين اثنين من المسيرات.
نوع، يعني نوع تستخدمه هو نوع اسمه الميكازي. الميكازي يعني انتحاري. احنا لا، احنا هنا عشان نفهم الدرونات والمسيرات دي بتشتغل ازاي. في نوعين اتنين في المسيرات اللي بتعملهم الحوثيين، بتهاجم بيهم السعوديه، نوع ميكازي والنوع دوت اللي هو انتحاري. ميكازي ده بيرجع ليه يعني في اصوله الى اليابان، الى اليابان في حربها مع امريكا، حينما كانت تستخدم الطائرات الحربيه اليابانيه في اخر حرب العالميه الثانيه، فكانت بتقوم بعمليات انتحاريه اللي هي نظام الرحله الواحده، يعني يذهب ولا يعود. فهنا هذه الدرونات الحوثيه اسمها قاسم 1، قاسم واحد. هذا النوع هو نظام الرحله الواحده، وان فلاي، يعني يروح وما يرجعش. بيبقى الرأس الحربي، رأس الطائرة فيه رأس حربي بيزن 30 كيلو، يزن 30 كيلو قوة تفجيرية، ولكن ده مش قوة، مش كبير قوي، يعني ان هو بيقوم في الاخر بعملية تفجيرية، يعني حاجة بسيطة جدا. هي في الاخر يعني درونات، هي يعني تستخدم تكنولوجيا ولكن مش طائرات مسيرة متقدمة جدا للغاية، هي طائرات فاشلة، فاشلة في الاخر. ولكن هنا نتحدث عن النوعين اللي بيستخدموا الحوثيين في حربهم الغادرة مع السعودية، هو بتعدد قاسم 1 وصمد 2 و3. صمد 2 و3 هو يعني معقد شوية، وبيحمل رأس حربي أكتر، وفي نفس الوقت هو نظام التو واي، يعني بيروح ويرجع، بيقوم بعملية استطلاع وبيقوم بعملية قصف، وبرضه بيشيل يعني رأس حربي تزن حوالي 30 كيلو أيضا. ولكن هو في برضه من الصواريخ التي قد يكون بتوجيهها في الجناحين، في قاسم صمد 2 وصمد 3. قاسم 1 هي كيميكازي، يعني هي يعني انتحاريه فقط. دي الحوثيين واللجنه بتاعت الامم المتحده اكتشفت ان النوعين اتنين دول لم يتم تصنيعهم، الحوثيين ما بيصنعوش ولا حتى بيجمعوا، هم بياتوا جاهزين ويتم تهريبهم الى اليمن. ولكن حينما نعود الى ايران، ايران عندها من الدرونات العسكريه، عندها يعني متعدد، عندها مهاجر 4 ومهاجر 6، ودي اللي هي اكبر حاجه عندها تقريبا، ودي فيها بتحمل اربع صواريخ، وبيتم توجيههم، ويعني هي طويله المدى شويه، بتوصل من 1000 ل 2000 كيلو متر، وبتحمل حوالي 100 كيلو من الصواريخ. وهناك نوع اخر، هو يعني انواع اخرى، نوع اسمه ياسر، ودوت هنشوف صورته دلوقتي، ودوت من الدرون الامريكي. احنا عايزين نعرف ان ايران ازاي يعني استنسخت النسخ دي. سقط في ايران، في الاراضي الايرانيه، في الفتره اللي هي اخر التسعينات تقريبا 98، درونات متقدمه امريكيه اللي هي البرادتور الامريكي، واللي هو الار كي 170. فتم استنساخ 3 نسخ من هنا، 3 نسخ من الطائره الاخرى، وابتدت ايران ان هي تعدل فيهم يعني على قد ما تقدر. لكن هي ايران في الاخر يعني استخدمت النسخ دي في ان هي عدلت، وان هي طلعت من عندها الاسامي اللي احنا هنقول عليها. عندها طياره اسمها كيان، وعندها طياره اسمها كمان 12، وعندها طائره اسمها شهيد 129. الشهيد 129 دي هي اول، يعني هي دي الابن البكر عندها، دي كانت 2012 اول تحليق ليها، ودي برضو بتشيل حوالي يعني بتشيل حوالي 4 صواريخ، والمدى بتاعها تقريبا حوالي 1000 كيلو، ويعني ويقال ان هي يعني كان ليها دور في يعني ضرب محطه ارامكو السعوديه. وهنشوف صور دلوقتي للضرب محطه ارامكو السعوديه، اللي هي بقايا الصواريخ اللي تم استعراضها في المؤتمر الصحفي. ولكن حينما نعود الى المسيرات الايرانيه، هي يوجد منها مهاجر، ويوجد منها طائره اخرى اسمها فوتروس. يعني انا لا اعرف اسم ده، غريب جدا، اسمها فوتروس، وهي دي اكبر طائره عندها. هي طائره كبيره جدا، تكتيكيه، ومداها بعيد، المدى بتاعها بعيد، بتوصل ل 2000 كيلو، وبتحمل من الراس الحربي بتحمل حوالي 4 صواريخ برضو، وزنهم حوالي 100 كيلو. الطائرات الايرانيه هي طائرات متعدده ولكن هشه، يعني هي في الاخر طائرات هشه. هي ايران بتعمل لنفسها كيان بالطائرات اللي هي بدون طيار المسيرات، وهي بتعمل لنفسها دعايه بيها هي والصواريخ بتاعتها، ولكن في الاخر هي منظومات فشلة
فاشلة وهشة جدا، هي بتستخدم من الدعاية ومن الضغط على السعودية باستخدام الحوثيين وسلاح الدرونات اللي بتبعتهم للحوثيين في هجومها الغادر على السعودية. هنا نقدر بنفهم ان كل الدرونات العسكرية الإيرانية بأنواعها المختلفة، عندها طائرة اسمها ياسر، عندها كيان، وعندها كمان 12، وعندها شهيد 109، عندها شهيد 149، وعندها من الطائرات الكيميكازي برضو اللي هي الكبيرة اللي هي شهيدة بالار كيو 170 الأمريكية، الطائرة اللي هي يعني متقدمة جدا، برضو استنسختها منها لأنها برضو سقطت في إيران. الطائرة ديت سقطت في إيران من حوالي أكتر من حوالي 12 سنة، فاستنسختها إيران وابتدت تعمل منها أكتر من 3 نسخ، وبتسميها أسامي بقى مختلفة، تسميها فطرس، وتسميها ياسر، وتسميها كيان، وتسميها كمان 12 وشهيد 129. الأسامي هناك متعددة، ولكن في التحصيل في الآخر إن القدرات المسيرات الإيرانية هي قدرات تعتبر فاشلة جدا يعني بالمقارنة بالدرونات والطائرات بدون طيار السعودية على سبيل المثال، متقدمة جدا لغاية. احنا تحدثنا يعني منذ يعني أمس وقبل أمس تحدثنا في الدرونات العسكرية المتقدمة، يعني احنا نفهم هنا في المقارنة ديت ان حتى ان السعودية عندها من المعامل البحثية اللي بتقوم بالتصميم، وبتقوم بالشركات السعودية عندها 10 شركات بتقوم بالتصنيع 100% زي حارس السماء سكاي جارد، لكن ايران في الاخر مكونات تصنيع بتجيبها من المانيا وسويسرا ومن هولندا ومن النمسا ومن ايطاليا ومن الصين. في الاخر ان ايران بتعمل لنفسها هالة كبيرة جدا، وهي دولة هشة، صواريخها البلاستية صواريخ هشة جدا، هي بس يعني بتقوم يعني ان هي بترعب المواطنين السعوديين بيها، ولكن لابد ان تطمئنوا وتعرفوا ان الحوثيين والايرانيين حروب الوكالة ديت هي حروب فاشلة لها زمن وسينتهي، ولها قدرات يعني معاكسة في العسكرية السعودية اللي تقدر ان هي تكتم هذه الصواريخ. هي صواريخ في الاخر ومسيرات فاشلة جدا، المدى بتاعها ممكن بتوصل الى ابها وبتوصل لجازان وبتوصل ممكن الى يعني الاراضي السعودية، ولكن القدرات الدفاعية السعودية هي التي تتحكم في هذا الامر وتم اسقاطها. وحتى الحمولة الرأس الحربي فيها 30 كيلو، دي حاجة يعني تعتبر ضعيفة جدا بالنسبة لما نيجي نقارنها بالطائرات المسيرات اللي عند السعودية واللي عند مصر واللي في دول العالم كلها. بالنسبة لهم تعتبر مسيرات هشة وسلاح فاشل. المسيرات والدرونات الإيرانية هي في الآخر سلاح فاشل يستخدمه الإيرانيين والحوثيين في حربهم بالوكالة ضد السعودية، الدولة التي تدافع عن اليمن في حربها ضد اليمن وحربها لتأمين حدودها وتأمين مواطنيها. إن شاء الله دايما ألقاكم دايما على خير. في الأخير القدرات العسكرية والصناعات العسكرية السعودية هي الأقوى، وهي التي تمد السعوديين بروح الطمأنينة. ودايما ان شاء الله ألتقيكم دايما على خير. انتهت ان شاء الله حلقة المسيرات الإيرانية والحوثية السلاح الغدر ضد السعودية. ألتقيكم على خير، دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.